السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نيجي نسوي عملية الموف للبوليت. فنيجي هنا نقول طيب، في حاجة أبغى أشرحها قبل ما نخش على عملية الموف. أبغى أسوي حركة للأوبجكت اللي هي A. ما سوينا هنا ميثود اسمها move للكلاس اللي هو bullet. طيب، نرجع هنا من البوليت سوينا أوبجكت اسمه A. طيب ال A أبغى أقول له إيه؟ move. فنقول A dot move. طيب، وحيرسل له الجي. طيب الجي هنا مين معرفة في الميثود اللي هنا؟ فنمرر في الشوت بوليت، نقول له مرر اللي هي اللهم صل على محمد، اللي هي الجرافيك. طيب الجرافيك اللي اسمها جي. طيب يمررها، وكذا راح نسوي موف للي هي A. طيب احنا نقول في الرسمة في اكثر من بوليت، فبدال ما اقعد اكرر هذه، خليني انسخ هذه هنا واقول سوي بوليت مثلا واحد. مثلا ابغى اطلق 3 طلقات في الرسمة الواحدة، لان اول كنا نطلق رصاصة واحدة فقط. متى نطلق مرة ثانية؟ اذا اختفت الرصاصة. طيب انا ابغى اطلق مثلا 3 رصاصات، واحدة A واحدة B واحدة، او عفوا A1 و A2 عفوا A و A1 و A2، وهذه اللي هي الرصاص. فاقعد اسوي موف لكل واحد. طيب موف ل A وموف لمين؟ A2. فكذا شوف كذا مرة سويت الموف اكثر من مرة. طيب بدل ما اسويها اكثر من مرة، انا اضفت ال A في المين في ال add bullet. فنسويها في اللي هي array عشان نستخدمها في for، بدل ما نقعد نكرر العملية اكثر من مرة. فنسوي for، هو يسوي عملية التكرار هذه. طيب فايش حقول؟ بدل ما اقول A move dot move G، اقول له B اللي هي في الإحداثي صفر، اللي هي ال A هذه، خلاص في إحداثي صفر dot move للجي. طيب هذه طريقة الاستخدام في ال array. طيب أنا اللي قاعد أسويه مو array، array list، فما حتكون الطريقة زي كذا، لازم أسويها عن طريق methods. فأقول b، إذا أبغى أخذ أول قيمة في ال b أقول b dot get zero وسوي لها move. تشوفوا هذا الأمرين نفس الطريقة إذا استخدمتها على اللي هي ال array list. فيسوي a ثانية ويضيفها وتصير get A1 و A2 و A3 و A4 و A5. فعلى قد ما أسوي رسمة، بدل ما أقعد أكرر هذه الأسطر أكثر من مرة، أسويها مرة واحدة بس. فحستخدم هذه في 4 اللي هي طريقة الرسم، طريقة رسم أكثر من رصاص. طيب فناخذ هذه اللي هي الطريقة ونسوي لها قص عشان نستخدمها في الفار، والفار نسويها برا الاف. الاف اللي هي عدد الطلقات، والفار اللي رسم هذه الطلقات اللي سويناها. طيب فاقول فار مثلا نسوي متغير اسمه انت اي فاصلة اي اصغر من مين؟ من البي سايز، عفوا اصغر من او يساوي، اصغر من مين؟ اللي هي الاري، عفوا بس اصغر من ايش نسميها، البي
دوت سايز. طيب فياخذ المساحة حقت البي. طيب والحين نسوي اللي هي الاي بلس بلس عشان يمشي على كل الاري. طبعا هذه طريقة الفور معروفة. عفوا ما سويت الا انيشلايز، فنقول انه صفر القيمة الابتدائية. طيب هذه هي الطريقة اللي هي البي سايز. مثلا ضغطت المسافة 3 مرات فحيكون للبي سايز 3، فحيبدأ من الصفر. زي ما انتم عارفين الاري يبدأ دائما من الصفر، فلو اجي هنا الصق هذا هنا ونقول بدل ما انه 5 نخليه اي، لان الاي حيزيد كل شوي، حيزيد لين اللي هي الصفر 1 و2، ما حياخذ 3، عشان كذا ما سويت اكبر من ويساوي. طيب هذه اشياء اساسية في الفور، ان شاء الله انكم فاهمينها. فلو ننفذ هنا ممكن يتنفذ معنا الحين. فشوف لو اتحرك هنا واطلق اضغط المسافة ما يطلق. ليش؟ لاني ما سويت استدعاء للميثود هذه. طيب اسوي لها استدعاء في اللي هي البينت كومبوننت. في البينت كومبوننت حيكون هنا التنفيذ. طيب فبعد ما يرسم اللي هي الكاركترين نيجي هنا ونقول له سوي لنا اللي هي البوليت، الشوت بوليت، ومررنا له الجرافيك. طيب نفس الجرافيك حق الاطار، ارسله لنا هنا عشان نرسم عليه. فلو انفذ اطلق، شوف يطلق اكثر من مرة، كل ما اضغط مسافة يطلق. شوف مثلا ضاغط على المسافة يطلق اكثر من مرة. طيب في مشكلة ثانية، لما انزل هنا شوف يطلق من فوق، نفس الخطأ اللي حصل لنا في الدرس السابق. فحنشوف كيف حنصحح هذا الخطأ. وأتمنى أنكم استفدتم من فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.